هيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوم تابعين قناة عائلة عسام. اليوم عندنا الشاب هذا مزيون الزبون، اليوم بزبطه الزبون. اي طيب حلو، بزبطه وبصبغ لحيته. عندنا الديكور هذا والثاني، اليوم ابزبطك ولا بعد ابستشوره زبطا منه الى ها؟ اي من اول الى اخر. واول زبطنا ابوي. وش الصبغه اللي عندك؟ ها شوف، اول شيء عندي الفرشات والمشط وصبغ. حلو. ايوه معلش عليمي، وتو جديد، توك فاتح المحل صح؟ ايوه والله فاتحين المحل بالبيت. ايوه ها. ايه تخلط الاثنين مع بعض. ايه حركات ما شاء الله تبارك الله. يلا طيب، انت تقول انت اللي بحلقن هنا، انت مزبطن؟ ايه انا اللي مزبط. عندك ما يثبت؟ ايه عندي ها هو شوف. يلا مرتب شغلك، مرتب. عندك صنفره؟ صنفره عندي كل شيء ما شاء الله. ايه عليك. ممتاز. عطنا الفوطه اول شيء. الله يستر. بس شوف، اتفاق، المسألة اتفاق. إذا ضبطت أعطيك حسابك، إذا ما ضبطت الصبغة ما راح أعطيك حسابك. طيب أول مرة فاتح يعني يمكن ما أضبط. لا وقف، لا وش إذا ما تضبط ما أعطيك فلوس. ما أعطيك فلوس ترى ها؟ طيب. أوكي؟ أوكي. طيب وإذا ضبطت الصبغة كم حسابك؟ 20 ريال. السوق ترى 40 ريال يا عساف. يلا علشانك 5 ريال. 5 ريال؟ جماعة أنا شك بالموضوع. لا شكلك تبي تلعب بي. لا شلون؟ حن عليك. لا علشانك أنت 30 أنزل من السوق ب10 ريال. اتفقنا؟ يلا اتفق. طيب أنا أخدم نفسي ولا أنت اللي تخدم ولا إيش؟ صح. شو الوضع؟ الله يستر الله يستر. لا انا ما عليك. ها؟ ما عليك. ما جاي شيء. كيف تعلمت يا ساح؟ رحت تعلمت عند الحلاقين تعلمني. الاتراك؟ تعلمت بتركيا اليوم ها؟ الحين بنشفى. ايش تبي؟ اي لون؟ شلون اي لون بعد؟ وش يناسب علي انا؟ وش الاحسن؟ اللي يناسب عليك لون اشقر. ايش؟ اشقر. خير اشكر سلامات. والله شايف انا تركي انا؟ لا والله. لا ورم عيونك؟ والله يبغى عيونك عسليات. خلنا اصبغك اشكر. في الحالة تصبغ اشكر من هنا ومن فوق اسود ما يصير. لا عادي اصبغ شعرك. بعد انت شكلك تبي فلوس صح؟ لا شكل ما عندك الا اشكر انت. لا عندي الوان واجب. ايش عندك؟ عندي اللون الاسود والابيض. بيض الله وجهك. خلاص ابيض خير. ابيض وشقر شايب وبني. لا اصبغ انا اسود. عندك اسود؟ اصبغ اسود. يلا كنت ناوي بصبغ كشكر. تبي تزبطن يعني ها؟ قالوا لك بزبطن. ايه وش اللي عندك يا تركي؟ كيف اصبر خلنا نتعلم. ورنا المشاهدين. ها شوف، تصب نص نص بس. حلو. يعني الحين اضبطك. يلا زبطت. الله يستر. السلام عليكم. استاذ انتبه لا تجيب بي العيد. شوي ها. ايوه بس انا حلاق من يوم انا صغير. اصبر تحت بس وسط تحت.
والحين بنمسح الصبغة عود الأذان. كده تحدد صديق، كده تحدد كده كده. بابا ما كده. أنت جديد يا جيا. ممكن تخليني أنا أصبغ شوي؟ ترى أنا عندي خبرة بسيطة يعني شوي. أنت شغلك ممتاز وكل شيء حلو. بس يعني في ملاحظات بسيطة يعني. شوي. يا باشا. بس ما شاء الله عليك يا صديق. شغلك حلو. طيب ايش رايك؟ عندي لك راي. شو راي؟ رايي عليك انا اصبغه وتصير صبغه صبغه وخلاص مجانا يعني. انا اصبغك مجانا وانت تصبغه مجانا، ايش رايك؟ موافق؟ زبطك يعني. اوكي؟ اوكي. ما في حلك شعر انا. ما في حلك شعر انا. لا ما في حلك شعر. تفضل. خليك زبون. ضبطك الحين صبغه زي تمام. ابشر. حلوين. تعال بابا ايش قال؟ تعال على الصدر. تعال ايش فيك؟ خلاص أنا ما راح أشتغل بس أجلس هنا. لا أجلس عشان تطلع بالكاميرا بس. أمان أيوة. عشان تطلع بالكاميرا بس. خلينا نسير أمور السالفة. تعال استلم شوف هسه. أبى أناقشك يا ناصر. ما راح أشغله. أمان أيوة. شوف ما راح أشغله. إيه ما راح. أمان. شوف. أبي أبدأ من هنا. فيك. ما شغلت. ما تقص. شوف. بقصك من هنا إلى هنا خط واحد بس. لا أسأل. لا متوية. ليه تحلف على أبوك؟ يبا طيب تعال طيب خلني شوف أنت بارب أبوك ولا لا؟ تعرف شو يعني معناته بارب أبوك؟ يعني تطيع أبوك ولا لا؟ أطيع. أكيد حتى لو يقولك أبوك طبق بالنار. لا طيب تطيع عن كل شيء تقدر عليه؟ بس اطيعك بكل شيء بس ها اطيعك. شوف تبيني ارضى عليك بحلقة قدام المتابعين هنا. تكون متابعين. ما تطلبين. اسمع سانك تبيني ارضى عليك ابي حلقه على الصدر. يلا. امان. انا ما شوف تبيني اسوي كل شيء عادي اسوي بس ما حلاقي تكبر ابي شعري. طيب اسمع. أنا تبيني أرضى عليك خلي نحلق شعرك على الصفر. طيب وبس. وإذا ما حلقتك على الصفر ما راح أرضى عليك. طيب أنت على الصفر. إيه. تبي رقم 2؟ ما هي نفس الشيء. الماكينة هذه ما فيها إلا صفر أو رقم 2. جاهزين؟ عساف ما عنده أي مشكلة. طيب هنا. لا. طيب. توقف معي. تقوى يا ما مش عارف. طيب تعال اجلس تعال. يترك عادي ما عليك من عادي يعني. عادي يعني. احلق الفوطه مثلا؟ اي خليك الفوطه. ها؟ حلقه. شو رايكم؟ اسمع عساف لا والله خليك صوت انت. اي صوت زين. صوت زين كبرك انا العب معك انا؟ ها؟ جاهز؟ هنا اعطي كلمه للمتابعين انه الواحد لازم يطيع ابوه حتى لو ابوه قال له ايش؟ احلق على الصبر. صحيح. مو صح لازم الواحد يطيع ابوه لو ابوه بحلقه على الصبر. جاهزين؟ قول بسم الله. قل بسم الله. شوي. ما حلقت. كفو. كفو. ايوه كفو. الحمد لله. ليش المشكلة عساك؟ ابي شوي. ايش تبي؟ تعال.
مرة أنا بحلقه مرة ما بحلقه. لا بحلقه أنا بس بشوف. شوف أنت شو وضعك معي. أوكي ولا لا؟ جاهزين؟ جاهز؟ ها عزة شو وضع؟ والله يوجع الشعر. طيب أنا طالبك طالب عزة. أبي حلقه عزة. قلت تم. تم. والله النعم يا عزة. طيب ايش رايك اول شيء اسمع حلق خلي حلق دقن ها طبعا بالنسبه لصبغتي لازم تستنى 10 دقائق الى 20 دقيقه ربع ساعه على حسب عشان تثقل وتصير سوداء ممتازه. طبعا انا ليش صبغت انا ما عندي لا شيء ولا شيء بس احيانا بعض الشعر يطلع عندي اشقر وبنفس الوقت عندي فراغات اعبي بالصبغه اشقر ولا شيء كيف اشقر ولا شيء. طيب الزين على الصبر جاهزين؟ يبا تذكر اول محل على الصبر شكلي مو حلو على الصبر تجي هنا فلقى اي شيء لا تفلق راسك. يلا قل بسم الله ابيك تغمض. انا مغمض ما علي. ايش رايك بصوت الماكينه؟ مو حلو. تبين نبدا من هنا؟ لا ولا نبدا من ورا؟ احسن شيء نبدا من ورا احسن لا شيء تنق راسك كل الحلقين اصلا يبدون من ورا. جاهز؟ ها؟ لا تحرك زين؟ اخو حيزر ها؟ اخو حيزر واذا انت اخو الحيزر؟ ايش بلا؟ اوجع توك ترخب الحيزر طيب لا قول بسرعه حلقه نفسك؟ ولا انت بتحرق نفسك؟ انا حرق نفسي مع السلامه تعال تعال قاعد اغسل اللحيه والحين بيجي ابغى اظبطه بالستشفي نعيما عليك والله شغلك مرتوب يا ولد ما شاء الله ما شاء الله عندك استشوار؟ ايه الحين بظبطك كفو 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 شغلك عدل المدل بس ابي تستشفر راسي اوكي؟ اوكي يلا تمام اعطى استشوار كيف التسريحه؟ مش طمن هنا ايوه اي من ورا اسمع اسمع سلام 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 بصراحة عسى عجبت زبطت من وين نعيما ينعم عليك يعطيك العافية ما قصرت و كم قلت لي حسابك؟ اثيريوم لا راس بلاش ليش بلاش؟ انك بغيت تحرق راس لا لا خلاص تفضل هذه 30 ريال حق ايش؟ حق الصبغه الصبغه طيب حق الاستشوار كم؟ 5 ريال 15 سعر السوق 15 تبي تصير ب 10؟ 5 ريال انا ارخص من السوق يعطيك العافيه شكرا والله شوش تزبط العسل يعطيك العافية شكرا على السلامة مع السلامة يا جماعة الخير انتم من الحين تروحون الحلاقين تحلقون شواربكم وشعوركم يا اخي حلقوا ببيوتكم اللي يروحون للحلاق يسوون صنفرة صبغة 100 ريال احسن لكم ببيوتكم وثاني شيء لا تنسوا اللايك واشتراك والسبسكرايب ونشر المقطع في كل المكان